بصح البارح نقصونا من الفرحة تاعنا. اهتزت صفحة التواصل الاجتماعي اليوم على وقع رداءة جودة صور استقبال الفريق الوطني المحلي المتوج بكأس العرب والتي نقلتها قنوات والتلفزيون الجزائرية. متيجا نيوز خرجت إلى الشارع الجزائري وسألت المواطنين بخصوص موضوع الساعة الذي تصدر ترند السوشيال ميديا. المواطنون أبدوا استياءهم وسخطهم في جو يسوده خيبة أمل للمستوى التي وصلت إليه مؤسسة إعلامية بحجم التلفزيون الجزائري، وهذا ما رصده ميكروفون متيجا نيوز. نخير أي واحد دوك يا شعبي كشعبي نجيبه نقوله صورني السويرة شغل شابة الكاليتي تخرج خير من هذيك اللي داروها في لاتيلي وتلفزيون وقت بوب قراهم ما يخدموا بهذه الكاميرات من الاخر. دوك احنا اونطو كدوله جزائريه متحضره ما عندناش ماتريال ميم با باش نصوروا اضعف الايمان ليكيب ناسيونال تاعنا. هم ديجا كي تجي تضرب على لوغوب هم بالتليفون تاعهم سي جوست بالتليفون يخرج لك عفسه بلي كاميرا تاعهم ما يخرجوهاش. قادر جوار ما تعرفوش من ليماج هذه قادر جوار ما تعرفوش ما تفرقش ما بين اللي جوار. نطلب من السلطات المعنيه تسوي الوضعية وعلى بالنا بلي تقدر عليها الدولة الجزائرية. وبدورها متيجا نيوز تقصت الحقيقة حول الأسباب التي تقف وراء هذه المهزلة، أين كشفت مصادر أن الأمر تجاوز مؤسسة التلفزيون الجزائري ولا يتعلق الأمر بأعطاب تقنية أو خلل فني في التصوير أو نقص في الأجهزة، حيث تمتلك مؤسسة التلفزيون الجزائري وسائلا متطورة وعصرية تضاهي تلك التي تمتلكها أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم العربي. وأفادت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بخلل في مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني TDA، حيث حاولنا الاتصال بمسؤولي المؤسسة إلى أننا لم نتمكن من أخذ ردهم الذي يبقى محفوظا، مثلهم مثل مؤسسة التلفزيون الجزائري التي نتمنى لها تقديم صورة بحجم وعرقة المؤسسة.